في حقيقة الأمر قبل قليل يعني من الآن قبل دقائق أعلنت جهات تابعة للمتظاهرين الذين يجوبون منذ يوم أمس البصرة ويعني يقفون أمام مؤسسات حكومية مهمة، يتنقلون في طبيعة الحال بين مؤسسة ومؤسسة، الأحداث تتسارع. لكن الخبر المهم هو والعاجل أن عدد كبير من المتظاهرين توجهوا أمام مواقع نفطية مهمة في البصرة وتم إغلاقها، مثل يعني مواقع غرب القرنة، حق المجنون. وكذلك الآن وصلنا يعني بأخبار عاجلة يعني موقع الرومانة الجنوبي والشمالي وموقع الشعيبة تم إغلاقه أيضا من قبل المتظاهرين. هذا مؤشر خطير جدا في البصرة، أن هذه المواقع النفطية هي مواقع مهمة، وبالتالي ستحدث فرقا إذا ما استمر غلق هذه المواقع. أيضا المواطنين يعني جزء كبير منهم الآن في الشارع يتجولون، واليوم عطلة رسمية، لذلك تجدين لا يوجد هناك احترام كبير لحظر السجوال، لكن الحركة قد تكون هي حركة بسيطة أو حركة خجولة إن صح التعبير، لا تشبه حركة يوم أمس أو قبله. الناس هنا حذرة جدا، هجوء طبعا حتى نكون يعني ننقل بدقة، الآن هجوء تام في البصرة. البعض عدد كبير من المراقبين من المحللين الآن يجدون يخشون بأن هذا الهجوء قد هو الهجوء الذي يسبق العاصفة. القوات الأمنية تنتشر لكنها غير لم تمنع المتظاهرين من الوصول إلى المواقع النفطية. مواقع النفطية هي بعيدة عن مركز المدينة، وهناك طرق عامة وهناك نقاط تفتيش، لم تمنع الحقيقة المتظاهرين الذين وصلوا إلى هذه المواقع. منذ يوم أمس كانت هناك خشية على هذه المواقع النفطية المهمة، لكن الآن تم إغلاقها بشكل يعني لا نعرف إلى يعني إلى متى سيستمر. ولكن كيف ينظر إلى هذا الإغلاق في البصرة، لأنه لم يتم مثلا على يد الحكومة، هو تم عن طريق المسلحون، سواء إغلاق حق المجنون النفطي بمحافظة البصرة كما ذكرنا، وإغلاق أيضا مسلحون لمصفى الشعيبة النفطي بالكامل في البصرة أيضا. يعني المسلحون هم من أغلقوا هذين المصفين، كيف ينظر إلى ذلك؟ نعم، هو ينظر طبعا، هذا مؤشر خطير، هذا يساهم بتفعيل الأزمة هنا في محافظة البصرة، ويؤثر على يعني العراق بصورة عامة. المصافي المواقع النفطية هذه مواقع اقتصادية مهمة، هناك عقود، هناك شركات أجنبية، هناك عقود دولية إن صح التعبير موقعة بين العراق، والعراق تابع لمنظمات نفطية أيضا مهمة كما تعلمين. هذا الغلق قد يؤثر حتى على أسعار النفط إن صح التعبير، يعني دوليا الآن مؤشرات خطيرة تنذر، يعني مؤشرات اقتصادية خطرة إن صح التعبير في هذا المجال.